قادت المجتمع المدني لان دابا السيد رئيس الجمهوريه، السيد رئيس الجمهوريه تبقى الولايات والمصر تحاور مع المواطنين والجمعيات تاع المجتمع المدني في مثل هذا اللقاء وخارج اللقاء. الحوار ماهوش فقط اننا نجيو القاعه وقالوا الله يكفي لنا اليوم كلموا عجلين وسجلناهم وروحنا ومن بعد نشربوا لاتاي والعشيه نديروا قيلوله وقال سيدي مبراهيم وروح تزاير العشيه بوقتنا على خير والسلام عليكم. ماهوش هذا. الحوار هو عنده صفه الديمومه. الحوار هو عنده صفه انتاج وخلق هذه الافكار والاراء والمبادرات اللي تبقى تمشي. لانه جمعيه المجتمع المدني اخواني اخواتي علاش ما تمت اولويه لولايه برج بلد المختار؟ باغيين نسيج تاع المجتمع المدني كما الشباب اللي شفتهم الصبح والاخوات والاخوان اللي شفناهم الصبح في المعرض اننا نمشيو الى توسيع دائره النشاط. تنميه، اقتصاد، تكوين، السياحه، الشباب، التعليم، التربيه. مشاريع تخرج من برج بلد المختار ونعطوا لها دعم على مستوى اقليمي في افريقيا، في دول الساحل، في المنطقه العربيه، في اوروبا، في اسيا، في امريكا الشماليه. علاه فاش المواطن في جهه اخرى زايد عليه؟ فاش؟ الله يبارك في القامه والطول والشده والهمه وتخرج من البرج. انا مؤمن بما اقول، مانيش نقول لكم كلام تاع انفعالات، انا مؤمن بما اقول، لانني شفت شباب مواطنين ومواطنات تلاقيتهم وحققوا نجاحات كبيره في الجزائر وخارج الجزائر. السيد رئيس الجمهوريه بعد استحداث المرصد اللي هو مؤسسة دستورية هو ضرورة الوصول إلى هذا الحوار وهذا التشاور وما أدراك في نقاط الحدود تاع الجزائرية اللي تحتاج تعميق هذا الحوار.